احنا بنحتفل بالذكرى الخامسه لثوره 30 يونيو، عايزين نتذكر احوال مصر بعد سنوات الفوضى والتسيب والمعاناه والقلق في احداث 25 يناير، وازاي ما كانش مقدور اي حد انه يحلم بامكانيه بناء جسر عبور تعبر عليه مصر من الياس الى الرجاء ومن الخوف الى الامان. لازم نعرف احنا فين النهاردة. احنا جي وقت كناش بنقدر نخرج من بيوتنا، احنا جي وقت ما كناش عارفين بكرة مخبلنا ايه. السنوات دي كانت صعبة وقاسية، بس كانت ادق سنوات بلدنا غسل فيها المصريون عار السقوط من اي نوع، ووقفوا في 30/6 وصلحوا أي سقطات اتعرضنا لها أو أي حد قدر يركب موجة ما كانش هو المفروض يكون القائد بتاعها. عنوان حلقتنا النهاردة هي ماذا لو؟ ماذا لو ما كانش في 30/6؟ هنعمل إيه لو ما كانش؟ تخيلنا كان السيناريو شكله إيه لو ما فيش 30/6؟ هنطلع فاصل نشوف تقرير اسمه ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو، وهنستقبل بعد كده ضيوفنا في الاستوديو. هيكون معانا النهاردة أستاذ الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، ومعانا الكاتب والمفكر السياسي الأستاذ محمد الأجود. نطلع فاصل، ابقوا معنا. ايه اللي كان هيحصل لو ما كانتش قامت ثوره 30/6 وكان الاخوان استمروا في الحكم؟ ثوره 30/6 كانت لازم تقوم، لان الناس الشعب ده كله لازم يعيش بالحاله اللي هو فيها، كل واحد يعيش حر، كل واحد يعيش زي ما هو عايز، في الاخر يحكمنا قانون. والله انا شايف لو ما كانتش قامت ثوره 30/6 كانت البلد دخلت في سكه مش في نفق مظلم يعني. كانت البلد هتتخرب وكنا هنبقى زي سوريا وكان ممكن يبقى في دمار شامل. اقصاد كان انهار، ما كناش عشنا في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، في امن وفي استقرار. الكنائس والجوامع وكل حته كانت بتتفجر، كنا بنخاف على اخواتنا وما نازلين الشارع، كنا بنخاف على كل حاجه. كانت خربت مصر وكانت اتقسمت وكانت مصر انتهت تماما. ماشي، اسوأ ناس مسكوا حكم مصر في السنة دي. ما كانش فيه هيبقى لا استقرار ولا امن، ولا كان هيبقى فيه قناة سويس تانية، ولا كان هيبقى عندنا اقتصاد في البلد، كانت البلد فعلا هتقع. ايه رأيك لو كان نجح الاخوان في سرقة سينا او حكمونا بالميليشيات؟ هما كانوا عاوزين يبيعوا سينا، هما اساسا هو مرسي كان متفق معاهم عشان يبيع سينا. ماشي، وللاسف مصر عمرها ما هتتقسم وهتفضل طول عمرها محفوظه بشعبها، لان شعبها في ترابط. لا، ما كانش ينفع اساسا، احنا طول عمرنا مصر، مصر هتبقى مصر، هتفضل مصر، مش هينفع ولا اخوان ولا غيره ولا اي حاجه في الدنيا هتغير البلد دي ان شاء الله. اخوان لو استمروا في الحكم كان حصل حروب اهليه وقسموا الشعب، هم قسموا الشعب اصلا من في حكمهم نصفين والناس كلها كانت بتكره بعض، وكان هيبقى في احتلال كانش هيبقى في سينا اصلا. الاخوان بشكل عام يعني الحكم بتاعهم حكم ميليشيات كده وحاجات، فمش حلو يعني، يعني ما كانش الوضع يبقى حلو. استحاله يحصل ميليشيات في مصر، واحنا ما عندناش فتنه طائفيه، ما عندناش مشاكل تفرقه، عندنا بس حاجات يعني حاجات عاديه، اهلي وزمالك، ما فيش طائفيه خالص، فمش هيحصل ميليشيات، مش هيحصل من زمان قوي مستهدفين في مصر. الشعب كان واعي وصاحي، عنده طبعا درايه علميه وثقافيه، فبالتالي مش هيقدروا يعملوا ينفذوا، لان كانت في ناس قلبها على الناس وطنيين، فبالتالي الناس الوطنيين هيمنعوهم ان هم ينتشروا في انحاء الجمهوريه مش في سينا بس. كانت ثورة 30 يونيو بمثابة صدمة لمخططي تفتيت الدولة، حيث قضت على أحلامهم في السيطرة عليها، مما جعلها سببا في خلق جماعات إرهابية وتنظيمات نعاني من جرائمها حتى الآن. كانت معكم ريم هشام، برنامج أمنية مصرية، قناة